اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خلاها سمك النهارده. احنا عندنا يوم في الاسبوع بنعمل سمك اللي هو في متناول الجميع. معانا البولت النهارده من خير مزارعنا، البولت لطيف وجميل وسمكه لطيفه وجميله، اهم حاجه تكون شراعيه، تكون المرعى بتاعتها نظيفه عشان تكون بطنها نظيفه واللحم بتاعها زي الفل. انا اعمله النهارده سمك مقلي بالدمعه، صينيه يعني. الصينيه دي مشهوره جدا في الريف المصري والصعيد المصري اللي هي التخديعه. التخديعه دي لازم تتسبك والسمك يتقلي وبعدين يعوم في التخديعه دي او في الدمعه في قلب الفرن، تاكل صوابعك وراها. عدن السمكه دي شويه رز ابيض، مش رز صياديه خالص. رز ابيض ساده بريء ما فيهوش اي توابل، معمول بشويه زيت وحبهان. معانا سمك فريش وبياض النهارده، هنعمله كريسبي مقلي بطريقه جديده، والشيف المغازي له وقفه مع الكريسبي، لازم الاطفال يحبوها طبعا. نقدر نعملها مع الجمبري، نعملها مع السمك الفليه حسب الرغبه. عدل السفره بتاعتي كمان طبق سلطه خضراء لطيف، السلطه دي لازم تكون فيها سبايس شويه وفيها البصل الاخضر مع الجرجير مع الخس، اكيد برضو لنا وقفه معاها لان اكله السمك لازم الرز الابيض والسلطه الخضراء الاثنين يكونوا موجودين على السفره. اما سلطه الطحينه دي اختياري. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع لازم مع بعض مع التركايه، ولما نقول خليها سمك النهارده يبقى في وقفه النهارده، بالتاكيد هيكون الطعم طعم تاني مع اكله سمك غير مكلفه. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، اوعى حضراتكم تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي السمك البلطي ندلعه. السمك البلطي اعتقد ان هو في متناول الجميع وسعره مناسب. تعالوا نعمله النهارده صينيه بالدمعه. صينيه بالدمعه لازم يكون عندنا صينيه، وحط في الاعتبار ان الصينيه دي تحطها على السفره جنب الطبق الرز الابيض والسلطه الخضراء، وكده تبقى اكله سمك ما حصلتش. مقادير سمك بلطي صينيه بالدمعه على الشاشه. سمك بلطي من خير مزارعنا، خالي طبعا وغسلناه وزي الفل ونضيف. معانا بصل ومعانا الثوم، معانا معجون طماطم، معلقه سكر والليمون والتوابل بتاعتنا، والتوابل بتاعتنا كمون وكزبره. حلو الكلام. ادي التوابل بتاعتنا وادي المقادير على الشاشه، تقدر تصورها بالتليفون او تكتبيها حسب الرغبه. تعال نشوف هنعمله مع بعض ازاي. هناخد السمك اللطيف ده كده ونقطعه بالسكينه. عايز تخليه سليم يا شيف؟ لا، انا حابب السمكات تتقطع عشان تاخد فرصتها في التوابل، والسمك عايز سكينه حاميه وانت بتقطعيه علشان ما تهريش الانسجه بتاعته او اللحم بتاعه، ده الطبيعي. حلو الكلام ده، مهم جدا على فكره. فتعالوا مع بعض نشوف ازاي نجهز التتبيله بتاعه السمك بتاعنا. معانا شويه زعتر حلوين، حاجات الفليفر ده مطلوب على فكره. خلونا نطلع من الروتين ان احنا نحط كمون وكزبره والحاجات دي كلها، لازم الكمون والكزبره في حاجات وحاجات، ولكن انا دايما بحب الفليفر اللي هو الفريش زي الروزماري زي الزعتر زي الريحان في توابل السمك بالذات. وعلى فكره السمك طالما طازه مش عايز توابل كتيره. ليه يا عم الشيف؟ التوابل بتلغي هويه السمكه. يعني لو التوابل في السمكه كتيره مش هنعرفها اذا كانت دنيس ولا قاروص ولا هامور ولا لوت ولا قشر بياض ولا، انما كل ما كانت التوابل قليله كل ما كانت الايه؟ السمكيه عارفين طعمها. نحط عود الزعتر في قلب الميه، معانا ثوم طازه. حلو. معلقه معجون طماطم صغيره في قلب كده، معلقه مستردة صغيره. التوابل دي كلها، التوابل بتاعتنا هنا، اللهم صل على النبي، شوية بابريكا حلوين، شوية كركم حلوين، شوية كمون، كل دي توابل. أهم حاجة التوم، أهم حاجة في الليلة دي كلها التوم والكمون للسمك. فلفل أسود حلو أوي. كل التوابل دي لازم سائل يخليها تنسجم مع بعضيها، وليكن عصير ليمون. اوعى تحط زيت في توابل السمك المقلي. يعني مثلا انت بتقلي سمك مقلي اهوت، حذاري انك تحط زيت، مش هيخلي التتبيله تمسك
في الانسجه بتاعه السمك. ادي التتبيله اهيت لطيفه وجميله زي الفل، فيها طعم، فيها فليفر، فيها الكمون، فيها الكزبره بالشكل ده كده، فيها عصره الليمون اللطيفه زي الفل. والعود الزعتر اللي انا حطيته ده بالتاكيد هياخدنا ايه في مكان تاني. هناخد السمك البلطي ده كده نقطعه مع بعض بالشكل ده كده، انا مش عايز الراس، ملهاش عوزه يعني، استفيد بيها واخد منها الفليفر بتاع الشوربه اللي انا اقدر ممكن اهو بالشكل ده كده. دايما ملهاش عوزه، هي بتبلى الصينيه على الفاضي، بحطها في ميه بتغلي هنا كده اهو، واخد السمكه دي كده اقطعها نصين واحطها هنا في التتبيله، وانا بحطها في التتبيله اعمل كده، شفتي اهو كده زي الفل. ونفس القصه مع الجزء ده كده، واحده واحده مع بعض. عندك بقى 3 في الكيلو السمك، عندك 4 في الكيلو زي ما انت عايز، راس السمكه مش عايزها، مع ان انا شخصيا السمك المقلي بالذات البلطي احب دايما بعد ما بتقلي امسك راس السمكه دي افصفصها واكل اللحم اللي جنب العين بتاعه السمكه. والتتبيله دي كده نفس القصه هنا كده، الفتحه دي في ظهر السمكه ضروري، نفس الموضوع اهو، الراس مش عايزها. ونصيحه مني، لما تشتري السمك من حلقه السمك او من سوق السمك تشتريه متنضف وجاهز، انت قطعيه في البيت، ما تقوليش الراجل قطع لي السمك وحطه لي خالص، انت رواح البيت تقطعيه بايدك انت، تعرفي السمكه بتاعتك دي ايه بالظبط اهو. نفس القصة، أشيل الراس دي كده، وأنا بشيل الراس ما أشيلش معاها لحم، أنا ما يلزمنيش ده، يلزمني شوية شوربة حلوين، أعمل من الشوربة دي الصلصة بتاعت السمك، أعمل منها شوية رز صيادية ماشي، أعمل منها الرز الأبيض ماشي، ممكن ممكن لأ ليه؟ طالما الشوربة عندي لونها أبيض بحطها الشوربه هنا شوربه دسمه، تقدر تخليها عندك ليوم تاني تستخدميها استخدامات اخرى، شوربه سي فود مش هتقول لا، شوربه سمك صياديه مش هتقول لا. كده اعتقد انا قطعت السمك كله، بشيل البلانشه دي بالسكينه كله، وامسك السمك بتاعي ده بعد ما قطعته اتبله كده. شفت التوابل دي زي الفل يا عم الشيف، وامسك التوابل دي يا عم الشيف ادخلها كده في بطن السمكه واغذيها توابل حلوه، عشان انا من الناس اللي بيحبوا ياكلوا الجلده بتاعت السمك. والسمك ده بالذات لما بيبقى صياديه بقى التتبيله دي بتروح على التخديعه والدمعه، بتعلي من الطعم بتاعها. السمك اتبل معايا بالشكل ده كده زي الفل، باخده بقى ايه تغليف الدقيق صغيره، لان انا مش هقدمه مقلي، انا هعمله صياديه او هعمله بالدمعه، فلازم الزيت يكون غزير هنا، ولازم يكون عندي شويه دقيق حلوين، باخده كده في شويه الدقيق يا عم الشيف، عينيا زي الفل. مهم جدا واحنا شغالين مع السمك الزيت عندنا يكون غزير، عشان انا هحمره تحميره او نص تحميره وبعدين ينزل في الدمعه. ادي السمك جاهز زي الفل، والنظافة مطلوبة. حلو الكلام ده، مطلوب تشتغلي في المطبخ تعملي سمك بالذات، احنا بنحب بقى نزروت الدنيا وتلاقي المطبخ بقى كله سمك وحاجة مش لطيفة خالص، لا انت خلي مطبخك رايق، وخاصة مع أكلة السمك. هناخد شوية الدقيق الحلوين اللي معانا دول كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بحط عليهم شوية بهارات حلوين كده، نزود شوية كمان مفيش مشكلة، بحط عليهم شوية بهارات، اللهم صل على النبي. ادي البهارات بتاعتنا، وادي بابريكا، دي بهارات كده على الدقيق علشان يبقى الدقيق جاهز. عينيا زي الفل، واحط شوية الملح وشوية الفلفل، ده كله في الدقيق يا عم الشيف، كل ده في الدقيق. ليه بقى؟
مهم جدا وانا بحط الدقيق على التوابل بتاعتي لازم يكون الدقيق غزير. في ناس تحب الدقيق كتير في قلب الخلطه، دي حسب الرغبه، ده اختياري. ولكن برضه هنعلمك حاجه مهمه جدا، عمليه الدقيق كتير لو انا بستخدمه في المقلي. المقلي دايما بيحب انك انت تخلي السمكه تقعد وقت كبير في الخلطه زي الدقيق. عايزه تقلي الجمبري بنفس الطريقه، البربوني بنفس الطريقه، دي مدرسه الاقليه بتاعت السمك. لازم يقعد فتره في الدقيق علشان التوبنج بتاعه يحميها من الزيت. احنا هنكتفي طبعا بالخلطه دي كده زي ما احنا شغالين. هناخد السمكه دي كده ونروح عند الزيت، مخرجنا الجميل واساتذه المصورين اهو. نبص اللطافه اهو، امسك السمكه من ديلها كده اهو واحطها في قلب الزيت واحنا مع بعض اهو. شفت الجو ده كده اهو في قلب الزيت اهو، نفس الكاس اهو في قلب الزيت اهو. اهم حاجه دي هنا متبله اهو في قلب الزيت، كمان واحده اهو في قلب الزيت. التوبنج ده بقى لما ينزل على الدمعه حكايه اهو. شفت السمكه دي كده اهي، بص على الحلاوه دي اهي، على فين اهي، شفت دي شريحه من السمك البط اهي 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 دي اهي اهي يلا اهي زي الفل في قلب الزيت. نفس القصه دي للسمكه اهو في قلب الزيت. يلا مع السلامه. زي الفل في قلب الزيت. ونهز هزه كده، شفت الهواء هو ده هزه، كمان تاخد كمان واحده، تاخد واحده كمان اهو. السمك ما يتقلبش وهو في قلب الزيت يا امي يا اختي يا خالتي يا عمتي يا زوجتي يا بنوته يا ست الكل يا ست الحبايب. السمك ما يتقلبش وهو بيتقلي في الزيت خالص، سيبيه ياخد راحته لان هو هنا في حاله حرجه، يعني لو قلبتيه كتير هيثير منك. ده اكتفي اعتقد الشويه دول كفايه قوي على قد القلايه او قد الايه الطاسه اللي انت بتقلي فيها. نسيب دول يتحمروا شويه مع بعض ويتحمصوا كده، نكونوا جهزنا مع بعض الدمعه بتاعتنا. عشان اعمل دمعه لازم هنا اكون عارف انا بعمل ايه. الدمعه يعني صوص طماطم وصلصه طماطم وتومه وزيت زيتون، فاعتقد ان هي برده مدرسه. والصعيد المصري والريف المصري مشهور بالتخديعه او بالدمعه او بالصلصه، سواء مع الكشك اللطيف، سواء مع اكله سمك، سواء مع فراخ مشويه، سواء مع دقيه باميه. استاذن حضراتكم ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع للنهارده صينيه سمك بالدمعه، رز ابيض بريء زي الفل، هو عدلها السلطه الخضراء. الاطفال اللي هيعترضوا على السمك علشان في حسك او شوك البولت بتاعنا هنعمل لهم فيليه مقلي كريسبي، ممكن نعمله بالجبنه او من غير جبنه حسب الرغبه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وما زال قلاية السمك تبدع. شايف ما يتقلبش السمك يا اختي، شايفه دي السمكه ازاي عامله زي الشراع في قلب المركب، قصدي في قلب البحر. جيب لي دي السمكه كده يا شفيق، انا عارف انك بتحب السمك. شفت دي السمكه في قلب الزيت عامله زي الشراع ازاي بتاع المركب. حبيبي هو ده. والله الزيت ده انت قالية فيه بطاطس قبل كده، قالية فيه اي حاجه ان كانت، وممكن تعمل حاجه حلوه كده اهو. يلا ده اللي حطيته عم الشيف عود روزماري في قلب الزيت. كل اللي انا بقوله ده افتكاسات. الروزماري مع الزعتر في قلب الزيت اداله شخصيه. طيب عامله اكله سمك وعندك قرايبك حماتك ماما ايا كان، وانت اكله السمك دي جوزك جايبها كده وقال لك ايه، بص يا حبيبتي النهارده عايز اكل شويه سمك من ايدك، مش عايز حد يعرف، تعملي ايه؟ هو ده الكلام، مش عايز حد طالع على السلم ويشم ريحه السمك من المنور بتاع البيت، نعمل ايه؟ نص ليمونه في قلب الطاسه كده. انت غطيتي على الخبر مفيش حد عرف اي حاجه. الليمون في قلب الزيت بيمتص رائحه السمك. الليمون في قلب الزيت بيمتص رائحه السمك. الجيران مش هيعرفوا انك انت بتقلي جمبري ولا بتقلي سمك.
قال نشيل دول كده زي الفل. تمام، دي مرحلة اللي احنا حمرناهم دول هناخدهم، وعايز اعمل بقى التخديعة والدمعة عشان حضراتكم، دي مهمة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، ايه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ خليها هنا؟ حاضر يا فندم، زي ما تحب انت، قول لي وانا جاهز. نرجع القلاية تاني ونجيب الخلطة بتاعتي زي ما اشتغلنا في الاول اهو. امسك السمكة من دي، اهي شفت بعمل اهو كده كده في قلب الخلطة دي اهو، وفي قلب الزيت تاني نفس القصة اهي اهي الشكل ده كده اهو، شفت ازاي؟ انا بصراحة لو انا اللي هاكل السمك ده، دي احمرها كده واخدها افصفصها كده لوز يا باشا مع شوية رزة. اهي نزلها في الزيت ولا ما نزلهاش؟ قولي اهي اهي سمكية اهي، ماسكها اهي اهي، شريحة سمك بولت في ايدي بقى الدنيس، سبحان الله. اهي دي سمكة بولت من خير مزارعنا. اهي اهي احطها في قلب الزيت. يلا مع السلامة. مكان تحمير او مكان تتبيلة السمك ناخده كده ونيجي مع بعض بقى. تعال شوف الشيف هيعمل الدمعة ازاي. ادي طاسة على النار، دي التتبيلة بتاعة السمك، باخدها كده اهي. شوية دول مهمين، اوعى ترميهم. زي ما هما كده باخدهم وانزل بهم في علب الزيت. الله، ايه ده يا عم الشيف؟ ايه الروقان ده؟ واقلب كده، هو ده. عايز شوية دمعة زي ما قال الكتاب. ايه اللي انت حطيته ده يا شيف؟ نعناع، يا بتاع النعناع يا منعنع. شوية ثوم، قرن فلفل لقيته في طريقي وانا ماشي، صوص الطماطم. الله، دي الدمعة. معلقتين صوص طماطم مضروب في الخلاط. الله، وأقلب. معلقة سكر عشان جوزك ياكل من السمك ده ووداعا للحموضة. ونقلب واسيبها على النار تغلي. دي الدمعة تخديعة. تركية هنا مكان تتبيلة السمك، انا خليته يشارك في الدمعه واسيبها على النار تغلي. عندي شوربه، فاكرينها الشوربه دي اهي، تغلي على النار، باخد منها معلقه. الشوربه اللي انا حاطط فيها روس السمك اهي، شفت الجمال؟ هو ده. هو ده. كمان واحده بس كفايه، ونقلب. شايف القوام ده كده؟ خلي بالك هنا بقى، انا قال السمك بالدقيق، فلما احط الدمعه على السمك ايه اللي هيحصل يا عم الشيف؟ القوام ده هيبقى تقيل شويه نتيجه ان انا غلفت السمك في الدقيق. فكره المدرسه بتاعت البيكاتا، شريحه اللحمه في قلب الدقيق بتتحمر، بعدين بننزل عليها بالليمون صوص والزبده، تسيبها تغلي على النار، ونجيب الصينيه اللي احنا هندخلها الفرن واحنا مع بعض كده. خدت شغل الصينيه دي، اخدت عدلها شويه رز ابيض وطبق سلطه خضراء. بس انا طبعا علشان مع حضراتكم وعندي اطفال، والاطفال دايما معترضين على السمك اللي فيه حسك اللي هو الشوك يعني، اخواننا في الشام في سوريا وفي لبنان نوجه لهم تحيه كبيره، يقولوا على الشوك حسك، احنا نقول عليه في مصر هنا الشوك. شوك المحبة، شوك الورد، الأغنية بتقول إيه في الشوك ديت؟ حلو؟ طيب، أدي كده الطاسة معايا زي الفل. آخد السمك البولت بتاعنا ده كده اللي إحنا مجهزينه. أحط عليه شوية بقدونس أو كزبرة خضراء. ده جاهز، بخلي هنا عشان هشتغل فيه دلوقتي. إيه الأخبار؟ ودول اتحمروا كمان معايا.
انا عارف والله، انا تعبكم معايا بصراحه يعني. شوفي بقى التركيه بتاعت المغازي هيعمل ايه. بص بقى دي، بس دي ايه حصريا اهو مع ايوه دي يعني. بص خبره السنين. دي معلقتين زيت من زيت تحمير السمك، معلقتين زيت من زيت تحمير السمك، هي دي بقى التركايه. هاخدهم كده واروح هنا في قلب الطاسه دي. يا ويلي عليك يا مغازي، هو ده. شفت الشقاوه؟ وناخد الصوص ده كده. يا ويلي عليك يا مغازي، هو ده. ورص السمك. الله، ايه الحلاوه ده؟ ايه الابداع ده؟ ايه الابداع ده؟ ده سمك بلطي من خير مزارعنا، عامله بالدمعه. السمك بيتكلم مصر في قلب الصينيه. قرن الفلفل ده، شويه الخضره اللي انا، دول مهمين جدا بالنسبه لي. هم دول زي الفل يا عم الشيخ. الصينية الحلوة دي باخد من الدمعة بتاعتي. اللهم صل على النبي، وأوزع كده. درجة حرارة الفرن عندي 180. شوية الدمعة دول مع الرز الأبيض حكاية. واخدين طعم السمك؟ فاكرين روس السمك اللي خدت غلوة على النار؟ خدت المادة الدهنية اللي موجودة في راس السمكة؟ في مركز التحكم بتاع السمكة راسها، كلنا عارفين الكلام ده. حلو الكلام. درجة حرارة الفرن عندي 180 يا عم الشيف. هندخلها الفرن. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ عندنا شويه رز هنعملهم مع بعض دلوقتي. اخدها على الفرن ولا ايه الحكايه حبيب؟ ايه قول لي؟ على الفرن. يلا اللهم صل على النبي، زي ما هي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. درجه حراره الفرن عندي 180. انا عايزها تاخد كده ايه، ترويقه في الفرن، الاحمرار، التسبيكه. هستاذن حضراتكم، ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. عندنا حاجتين، طبق رز ابيض هنعمله سريعا كده، جاهزين بالشوربه، وعندي الشوربه بتاعت السمك، وعندي سمك فيليه كريسبي هقليه مع حضراتكم بطريقه مختصره وبطريقه سريعه عشان الاطفال اللي هيعترضوا على الصينيه دي، لان الصينيه دي يحبوها امهاتنا ابهاتنا، الناس اللي هم غاويين اكله سمك ويفصفصوا كده مع الرز الابيض. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايز اقلي سمك فيليه كريسبي. اسئله كتير على السوشيال ميديا بتخص اكله السمك. يا شيف مغازي، لما بروح على بعض المطاعم اكل الفيليه المقلي ده ما بعرفش اعمله في البيت زي ده، ايه المشكله؟ الزيت موجود والسمك موجود من احلى انواع السمك شرياه والتوابل، فانا هديك التركايه دلوقتي اخليك تحمر السمك الفيليه في البيت احسن من اي مطعم في الدنيا. سمك فيليه قشر بياض ايا كان، طازه او مجمد، مش هو ده الموضوع. التتبيله بتاعتي معانا رقائق الذره، معانا معلقتين من النشا، معانا توابلنا، ومعانا المستردة اختيار مصطفى شافي، ومعانا توم وعصير ليمون. قال لك عايز اكل من سمك الفيليه يا شيف بس بطعم المستردة. وارد يجي لك جوزك يقول لك انا بحب المستردة. ما هي المستردة؟ هي حبوب الخردة المطحونة تنشط الدورة الدموية في الجسم، زيها زي التوم، زي البصل، زي الجنزبيل. حبوب الخردل يا اخوانا مهمة جدا، في منها انواع كتيرة في السوبر ماركت، منها المعجون، وفي منها المخلوطة بالمايونيز، وفي منها السائل زي اللي موجودة معايا. السائل ده بتخش في كل حاجة والسمك بيحبها. معايا الرز المصري الجميل الحلو اللي على النار، تعال نقلبه كده. حلو. تقليبة. ايه الاخبار؟ هم دول عدل الصينية اللي في الفرن. مالها الصينية اللي في الفرن؟ حاضر يا فندم. عايزني افتح الفرن ونشوفها مع بعض ونطلعها. شويه الرز واخدين طعم السمك. فاكرين ميه اللي انا كانت موجوده وحطيت فيها الراس بتاعه السمك؟ شويه رز حلوين كده معمولين بالزيت. وللامانه يعني انا بحب دايما الرز ياخد مكعبين من الزبده، رز الصياد، رز السمك بالذات، مش سمنه، زبده. دي بقى امزجه
بيبقاش زيت يعني. انا ايه، هي معلقه زيت صغيره ممكن اشوح فيها الرز، بس الرز بعد ما يستوي احط ايه مكعبين من الزبده، الزبده العاديه بتاعتنا، ما تحطيش سمنه. حلو، ايه اللي هتحطه ده يا عم الشيف؟ وغطي الحله. ده عروق بصل اخضر، هقول لك هنعمل بيها ايه بعدين في الاخر. بيقول لي ايه اللي انت حطيته فجاه ده؟ في كده بيكون قاعد المخرج والمصور يشوف في حاجات بتتحط غريبه على الرز، لازم يسال. دي عروق البصل الاخضر هتستوي نتيجه البخار وتعرضها للبخار وطعم الفليفر بتاع النشويات والكربوهيدرات، هتلعب دور كبير جدا في الجرنش بتاع الرز. انا اقفل كده ونسيبها. وده الغطا ولا مش بتاعتها؟ اه تمام. حلو، تعالوا مع بعض نشوف الفيليه هنعمله ازاي. اه، واتقل على الرز يا مغازي لما يستوي. حاضر يا فندم، حاضر، هطلعها جاهزه، هي استوت خلاص. عايز الصينيه؟ حاضر. مخرج بقى لازم كلامه يتنفس. اه، وهي استوت. هو برضه خلي بالكم خبرته طويله في موضوع الايه الصواني. اهي اهي يا فندم، دلعها لي بقى الله يوفقك. اهي صينيه السمك اهي. كل مصر وكل الوطن العربي وكل الدنيا عايز يشوف السمك البلطي بالطريقه الجديده اللي الشيف المغازي عملها بالدمعه. تاكلي منها وقلبك جامد، جوزك، حماتك، ماما، كل الاسره، لان الشيف المغازي هنا عالج الحموضه بتاعه الدمعه. معانا مشاكل مع الدمعه، معلقه سكر في غلي الدمعه او توس الطماطم بيمنع الحموضه. تعالوا نعمل التتبيله بتاعه السمك المقلي اهو. هنجيب كسروله كده او بوله، بنحط فيها شوية توم، مع التوم شوية مستردة، دي الأساس بتاع السمك. حلو الكلام، ونقلب كده. مستردة وتوم، عصرة ليمون. شوف بقى التركية اللي جاية بقى في سرك. لا مش هستخدم بيض يا فندم، سمك الفيليه الكريسبي هقليه من غير بيض. فاكرين مكان ما كنت بقلي السمك البلطي؟ الدقيق والخلطه التوابل اللي انا كنت عاملها من شويه دولت عايزهم اهم. هو ده اهي الشويه اللي كانوا ايه بتبل بهم السمك، كنت بحط السمكه في قلبه واقلب كده الخليط ده كده. آه. الله، ايه الحلاوه دي يا مغازي. واخليها على جنب وتعالوا مع بعض نشوف السمك بتاعنا. للأمانة هاخد شوية مية ساقعين كده، ماء مسلك كده يعني، بس خلاص. حلو، ونقلب دول كده. خلي بالك انت حاطة ملح وحاطة كل حاجة في التتبيلة. اه خلي بالك، اه فما تحطيش أي حاجة خالص عليها، خلاص هي كده زي الفل. هنخليها كده وناخد السمك بتاعنا اهو. سمك فيليه قشر بياض طازة أو مجمد، فيليه بلطي مش هيقول لأ، زي ما أنت عايزة. ناخد الفلفل ده نحطه هنا عايزينه، ونشيل كل ده من هنا. اللهم صل على النبي. ونشوف السمك ده هنتبله ازاي مع بعض. كريسبي هنحطه هنا في التتبيله دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وينزل بعد كده يا عم الشيف على الخلطه دي، في التتبيله دي، وينزل على الخلطه دي، في التتبيله دي، وينزل على الخلطه دي، في التتبيله دي، وينزل على الخلطه دي. بتقولي ورايا؟ سامعك انا. في التتبيله دي، وينزل على الخلطه دي، في التتبيله دي، وينزل على الخلطه دي. الزيت شديد الحراره. في التتبيله دي، وينزل على الخلطه دي، في التتبيله دي، وينزل على الخلطه دي. ونشيل كل ده من هنا. اللهم صل على النبي. وناخد بعضينا دلوقتي ونشوف هنحمر السمك ده ازاي. نأمن على الزيت. ايه الاخبار؟ كنا بنحمر فيك من شويه زي الفل. تعالوا نقلب في الزيت ده كده السمك بتاعنا. اه بسم الله الرحمن الرحيم. ونيجي هنا كده ونبدا ان احنا ايه نقلب السمك ده كده. شفت بقى الشقاوة؟ زي ما هي كده. نقلبها، تشيل التغليفة دي كده. السر في الجمبري أو في السمك الفيليه اللي أنا بقليه دلوقتي
معلقتين النشا ومعلقتين الدقيق اللي انا حطيتهم في التتبيله. حاضر، بس الزيت يسخن شويه حبيبي. حاضر. هنا يعني انت عايز تعمل تشوف الرياكشن بتاع الزيت نتيجه ان السمك اتحط فيه. رياكشن الزيت للسمك غير رياكشن الزيت للطعميه. رياكشن الزيت للسمك غير رياكشن الزيت للبتنجان. حاضر. زي الفل. هنسيبهم كده شويه وتعالوا مع بعض. الزيت يبقى شديد الحراره، خلي بالك. تعالوا مع بعض نعمل طبق سلطه خضراء واحنا شغالين كده. الرز، حاضر يا فندم، هوريلك دلوقتي كل حاجه. اصبر على رزقك. عندي شويه رز هغرفهم وعندي سلطه هطبقها كده مع حضراتكم، عشان السمك لازم طبق سلطه خضراء. انا شخصيا بحب السلطه الخضراء مع السمك. دي مقادير اهي يا فندم، اهي. يلا معلش انا اسف، دي مقادير السلطه الخضراء على الشاشه. مقادير سلطه خضراء على الشاشه متقطعه وجاهزه كلها مع بعضيها. حلو قوي. تعالوا نعملها كده مع بعض سريعا. اللهم صل على النبي. ما ينفعش يا فندم، لازم الزيت يكون شديد الحراره. مخرجنا عايز ننزل بالسمك في الزيت. يا اختي، يا ست الكل، يا امي، يا ست الكل، يا ست الحبايب، لو نزلت بالسمك في زيت بارد السمك هيتهري منك، والتوبنج والخلطه دي هتنزل في قلب الزيت، والاسئله اللي بتسالوها على السوشيال ميديا هي الاجابه. عملي. لازم الزيت يكون غزير ويقعد في التتبيله كده. هناخد البصل الاخضر ده كده ونحطه هنا كده، ونجيب السلطه بتاعتنا دي كده بالخس الجميل الحلو ده كده. ببدع في طبق سلطه خضراء. اجيب الطماطم احطها هنا كده بينهم، الخيار الحلو ده كده. شفت الطبق السلطه ده كده؟ مش عايز اقلبهم على بعض، انا مزاجي مش جاي على ان انا اقلبهم على بعض. خلي كل حاجه لوحديها كده. شفت بقى؟ اجيب الشويه دول كده مع بعض بقى، هو ده، واحط السلطه دي كده. شفت السلطه الوانها كده متفرقه، اللون البرتقاني غالب هنا ليه؟ علشان يفتح الشهيه. يعني يا ابو غاز، عايز تقول لي عندنا سمك بولتي بالطريقه اللي انت عاملها دي وتقول لي فاتح شهيه؟ دي مش محتاجه. دي السلطه الخضراء بتاعتي زي الفل. تتبيلتها شويه زيت زيتون وعصره ليمون على الوش. مش محتاجه حاجات كتيره. ملح قليل. تدي اللمعه دي. الله، بس خلاص. شفت السلطه؟ حكايه. زيت زيتون ده مع الخضره يساعد على الهضم، ينشط الجهاز الهضمي، مفيد جدا. والزيت الزيتون على البارد. تعالوا نشوف الرز اخباره ايه. ده الرز خلاص كمان جاهز. نجيب طبق للتقديم. جاي على بالي اغرف الرز هنا. اللهم صل على النبي. الاطباق الحلوه كمان بتفتح النفس. تشتري اطباق، تعملي اللي فيه اطباق بتبقى على شكل سمك، ايه المشكله لما اشتريها؟ فرصه ان انا اعمل سفره حلوه، البرزنتيشن بتاعي يبقى حلو. عروق البصل الاخضر دي كده اهو، فاكرينه ده؟ هو ده، اهو هو ده، عايزه انا ده. ده يا حلاوه ده لما ناكله مع السمك. الله، شويه رز حكايه، ومكان البصل الاخضر في السرفيز حكايه. الله، هو ده. الف هنا وشفا، الف هنا وشفا. بصراحة أنا لو السمك الفيليه بعد ما أقليه دلوقتي هسقطه على الرز ده كده، وآكل المعلقات الرز اللي تحت السمك الفيليه المقلي. شفت التفاصيل اللي أنا بقولها دي كده؟ خلي بالك. تاني، السمك المقلي بعد ما أقليه دلوقتي هحط منه شوية على الرز الأبيض ده كده، وأنا باكل بقى آخد المعلقات الرز اللي تحت حتة السمكة المقلية. ده موضوع تاني، بس أنتوا طبعًا أنتوا عارفين أنا بقول إيه وأقصد إيه هنا. بتبقى واخده بقى البيون والبهريز والخبره الطهويه. شفت شويه الرز؟ ريحه العروق البصل الاخضر طالعه منها حكايه. معلقه الزبده اللي انا حطيتها حكايه. رز ابيض لا تكلتيه عند حماتك ولا عند ماما،
خلي بالك، لان حقوق الطبع لدينا وبس. اللهم صل على النبي. ده البصل الاخضر اللي كان معايا من شويه. الف هنا وشيف اللي ياكل مكانك هنا يا غالي. تعال نشوف السمك اخباره ايه. اللهم صل على النبي. اخبار الزيت ايه؟ عايز تشوف الرياكشن بتاع الزيت؟ طبيعي طبعا يعني. وكمان واحده في ايدي كمان التانية اهي. على فين؟ اهو هو ده. يلا كمان واحده اهي. في الزيت اهو. كمان واحده اهو. يا فندم زي ما هي. في قلب الزيت. واخد الهسه دي يعني، خلي بالكم يعني برضو الواحد لازم يلعب دور الايه، الجو بالشو اهو. الهسه دي مطلوبه، ما نزلش على طول. هو ده اهو. تنزل هنا اهو شويه. ده فلفل انزل بيه هنا، عايزه انا. ده فلفل انزل بيه هنا اهو. ده الفلفل انزل بيه هنا اهو. شويه شويه بس. وهزه كده هزه بس. واخد دي كمان زي ما هي كده. مش دلوقتي مش دلوقتي، ولا تنزلي شوكه ولا تنزلي معلقه ولا تقلبي السمك خالص وهو في النار. يلا. هو ده بس خلاص. شكرا. المخرج كلامه على عينه وعلى راسه، كل شويه يقول لي يا شيف مغازي عايزين نحمر السمك. ما هو عايز الراجل يطلع الصوره الحلوه. فما ينفعش يا ست الكل تنزلي بالسمك في قلب الزيت الا لما يكون الزيت شديد الحراره، لان ده سمك في القشر بياض، وللامانه هو سمك مجمد. شيف صريح وواضح، وانتوا عارفين وضوحي كوضوح الشمس. ده فيليه كياس مستورد، بتجيب الكيس يفك من التلج على راحته خالص، في الاخر بتعصريه ما بين ايدك عشان تنزلي الماء المثلج اللي هو محفوظ فيه، وبعدين تتبليها. هو ده السمك الفيليه، وده موجود في اي سوبر ماركت باسعار مختلفه باسماء مختلفه. في منه في السوق طازه سعره غالي شويه اللي هو القشر البياض، في منه الفيليه البلطي برضه في متناول الجميع اختياري. فاللي معايا ده سمك فيليه من الاكياس المستورده. عشان برضه نبقى شايفين الشيف لما تروح تشتريه ده اللي انا عامله. نعمين. حاضر يا فندم. حلو الكلام. بيقولوا لي خلاص يا شيف وقتك خلص. الخبر الوحش اللي بسمعه دايما وانا شغال على الشاشه لما اقول لك وقتك خلص يا شيف، لما كل واحد قاعد قاعده حلوه كده واقول لك يلا عشان نطفي النور. هنا هنا يا طيب القلب، هنا هنا جيب الدلع ده اهو. هنا وقول العب يا سمك، العب يا سمك، العب في الزيت. هو ده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ حكايه. هناخد السمك نغرفه دلوقتي عشان وقتنا خلص، ما ينفعش نيجي على وقت غيرنا. قال لك عشان الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها بمليون كلمة. اهو حاضر. بس انا عملت لك حاجة حلوة هنا. هو ده. واشيل كده. العب. هو ده طبق التقديم بتاعي زي الفل. الله. هو ده. هنغرف دلوقتي السمك الفيليه بتاعنا. يا باشا انا بشيلها اهيت بالشوكه. الف هنا وشفا للي ياكل. الف هنا وشفا للي ياكل. الله.
الله لسه ما خلصتش. الله الا دول بقى، هم دول الحكايه. هو ده هو ده، دي رساله لحبيب جوزك اهو، عامله لك الفلفل اللي بتحبه. على فين؟ على الكنترول. مين بس؟ لسه احنا هنخلص ونقعد مع بعضينا دلوقتي كلنا. الف انا وشيف. السفره بتاعتي فيها تفاصيل كتيره، فيها خبره طهويه، حضراتكم اللي بتحكم. عملنا السمك البولت النهارده بالدمعه من الريف المصري والصعيد المصري، كلنا شطار في عمايل الصلصه والدمعه والتخديعه. مع البولت حكايه، عملنا طبق رز ابيض بفليفر وبشكل تاني وبطعم تاني. عملنا السمك الفليل كريسبي لاطفالنا الحلوين وكمان كبار السن اللي عندهم مشكله مع الحسك بتاع الشوك او الشوك بتاع السمك. الفليه ده طبعا لطيف وجميل، عايز الرز الابيض بألف هنا وشفا. رؤية فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.